طيب الصوت واضح والصورة واضحة؟ ايوه واضح. اي طيب بالنسبة للكويز اللي فات هو صراحة يعني ما كان كويز، احنا كان في الدفعة اللي فاتت كان اديته لهم كميني بروجيك يعني، كان اديتهم تقريبا زي 3 ولا 4 يوم عشان يعملوا، يعني حبة صعب كده. لكن بالرغم من كده تقريبا في واحد منكم سلم لي اليوم اللي بعده طوالي، فشغل جميل شد يعني شغل جميل شديد يا وائس، استمر يعني جود جوب. طيب بالنسبة طيب بالنسبة طيب برضو بالنسبة لمحاضرة الليلة هتكلم لكم عن الستيتفول والستيتلس ويدجت، وإن شاء الله المحاضرة الجاية هيكون لنا أول بروجيك بتاعنا اللي هو هيكون الكالكوليتر. فأنا حابب بعد الستيتفول والستيتلس ويدجت دي طوالي أتكلم عن حاجة جديدة ممكن نشتغل بها البروجيك ده، حابب أني أقسمكم لجروبات، وأي جروب كل يعني أي جروب لو سلم البروجيك تقريبا الناس في الجروب كلهم معتبرين مسلمين ان شاء الله. حابب اعمل حاجه انا. لا بس مش هتكون بالنسبه لبكره هيكون عندنا اول بروجكت، ففي نهايه المحاضره ان شاء الله هقسمكم لجروبات، اي جروب هيشتغل على البروجكت واي جروب يعني الزول هيسلمني الجروب يعني ما هيسلم افكار افراد، هسلمكم جروب يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه للمحاضره الليله هتكلم لكم عن الستيت والستيت سويجيت. فطبعا في اول محاضره كان في الانترودكشن كان قلت لكم الفرق، ففي زول حاب في زول متذكر الحاجه دي او حاب يقول لنا؟ تقريبا كان انه الستيت ليست كان انه بس بيكون الشاشه يعني بتتغير، ففي ستيت فول كان الشاشه بتتغير بالضبط، او ممكن فيها بالضبط. طيب زي ما قالت فجر انه الشاشه هتكون حاجه ثابته في الستيت ويدجت تقريبا، نعزل حياه الحاله قلنا ان نعملها في حاله الستيت والويدجت هتكون متغيره. طيب فلو لاحظتوا اول تطبيق بتعمل لنا بيكون تطبيق بتاع كاونتر، فهو ستيت والويدجت ان شاء الله احنا هنعمله وهشرح لكم حته حته وما صعب. فانا دار اعمل صفحه جديده، هعمل في هخش هضغط في اللينك ده وهعمل فيه نيو فايل اسميه كاونتر بيج دوت ارت. عشان انا كان زمان بعمل ستيت فول ويدجت ستيتلس ويدجت كيف بضغط بكتب اس تي ال، في حاله الستيت فول بكتب اس تي اف وبضغط انتر، وهنا هسميه كاونتر بيج. طيب اول فرق لو لاحظتوه انه في حالة الستيتس عندنا كلاس واحد، في حالة الستيتفول عندنا اثنين، واحد فوق واحد تحت. هوريكم هتشتغلوا في اي واحد ان شاء الله. طيب هسه حاليا في ايرور لانه المفروض نعمل امبورت لماتيريال. طيب زي ما ملاحظين لما نعمل ستيتفول ويدجت بيكون عندنا حاجتين كلاسين، فعموما نحن عشان نبني الستيتفول ويدجت اول حاجه اللي هتظهر في الستيتفول ويدجت احنا هنكتبه وين؟ هنكتبه في الكلاس الثاني بالضبط، هنكتبه وين؟ في الداله اللي اسمها بيلد، يعني في الحته بتاعت الريتيرن دي. فهسه حاليا مبدئيا احنا بدل ما نعمل ريتيرن لكونتينر نعمل ريتيرن لسكافولد فاضي. طيب فحاليا كده هسه عملت الكاونتر بيج، يلا حاليا ده اظهره هنا، فاظهره كيف؟ يا شباب يا مذكرين يعني ما سمعت دارين نظهر الصفحة اللي عملتها هسه حاليا دي الكاونتر بيج اظهرها في التليفون ده هنا في الشاشة. جاوبوا سهل ما مشكلة، إذا ممكن يجاوب يعني جاوبوا عادي. ما سمعت السؤال يا مستر. طيب الصوت كده واضح؟ ايوه كده واضح. طيب انا اقدر اظهر الكاونتر بيج دي اظهرها في الشاشه بتاعت التليفون دي،
الظهيرة كيف؟ طيب هوريك رن اب تجيب بالسكافولد ده تجيب رن اب. ايوه بالضبط. همشي ل ماي اب. في ماي اب عنده هوم، فبدل هوم بيج بس اغير كاونتر بيج. نعمل كاونتر بيج اللي هو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. ممكن تشرح لي الفاتني شنو دخلت على السعادة بس دخلت حبة. تمام. بالنسبة للحاجة الفاتك ان احنا بدأنا نتكلم عن الستيتفول والستيتفول ويجيت. فزمان كنا اي حاجة بنعمله تكون ستيتلس ويجيت. بس دعينا نعمل ستيتفول. لو مذكر الفرق شنو؟ ان الستيتفول بيخليك تعمل صفحة الحاجات اللي فيها ممكن تغيرها. فما فاتك كثير يعني. ممكن تقول بس الحاجة اللي فاتتك انه عملنا بس صفحة جديدة. كاونتر بيت. وعمل كأن عيد عليك. اصبر دقيقة. فكتبنا ستيتفول. عشان تعمل ستيتفول تكتب STF. تضغط انتر وسميها كاونتر بيت. بس طلع بحاجة. وضح لك؟ وضح. شكرا لك. طيب زي ما قال عبد الرحمن اخذت الكاونتر بيج دي نفس الاسم اللي عملناه هنا ده نكتبه في ماي اب وبتظهر. طيب لو دورنا التطبيق ونشوف بيحصل شنو. دقيقه بس. طيب حاليا جات صفحه سوداء لانه احنا في كاونتر بيج بنرجع كونتينر. فحاليا نرجع سكافولد وندور فحنلقى انه رجع السكافولد. طيب نعمديه ابار اللي هو بخاصيه الابار ونديه تايتل فيه هو نسميه كاونتر بيج. نعمل كنترول سيف. نمشي خاصيه البودي نديها سنتر جواها نديها child. child نديه text نسميه نسميه مثلا number of time rest. بس كده. طيب ونعمل كنترول سيف ظهر. طيب نقوم ندي زر. الزر ده شنو هيكون؟ لانه لما نضغطه نزيد له الكاونتر. فنسميه floating action. floating action button child نديه icon dot add ونديه press ونضغط كنترول سيف. طيب زي ما ملاحظين لحد هسه احنا حاليا عملنا الحاجات الاساسيه. الحاجه اللي عملنا شنو؟ اني كل ما اضغط في الزر ده يظهر هنا في رقم في الحته دي يوريني عدد المرات اللي ضغطتها. فدي الفكره. طيب انا الحاجه دي هعملها كيف؟ قلنا المفروض كل ما اضغط المفروض يكون عندي عداد حاجه كده احفظ بيها عدد المرات اللي ضغطتها. فانا هعمل متغير. بالنسبه طبعا انت لما تكون تعمل ستيت في الويجت ففي حاجه هتتغير. فالحاجه اللي هتتغير حرفيا هنا شنو؟ عدد المرات اللي ضغطتها. فعدد المرات اللي ضغطتها دي المفروض تكون طوالي متغير. يلا المتغير ده انا اعمله وين في الحته دي؟ هل في الكلاس الفوق؟ هل في الكلاس التحت؟ هيكون في الكلاس الثاني وهيكون ما جوا الداله اللي اسمها ويجت بيلد. هيكون برا بتاع برا منها. هيكون انستنس فاريبل هنسميه انت كاونتر ونديه قيمة صفر في البداية. طيب ممكن كاونتر ده نضعه هنا مع السترينج دي نقول كاونتر زائد كاونتر ضد سترينج. طيب الحقيقة بتاع دي أنا جمعت دي مع دي بيحصل شنو؟ بس السترينج دي بيحصل
هتتربط مع يعني مع الرقم طوالي بالطريقه دي يعني لو في انت قصدي شنو. فهسه حضرتك كنترول سيف او حط ريلود شو بيحصل شنو. لو لاحظتوا number of time pressed is zero. فقبل ما واصل قبل ما واصل زيادة حدي ستايل عشان بس صغير شديد احتمال تكونوا شايفينه. text style font size هديه 30. طيب ما اعرف ماذا يتغير ليه. طيب طيب 30 دي 25 مناسبة. طيب لحد هنا في أي زول عنده سؤال يا شباب؟ لا لا واضح يا كوتشي. كوتشي كتبت هناك فوق انتجر وهنا كتبت string ما فهمت. طيب كاونتر ده انتجر صح؟ كاونتر ده انتجر صح؟ صح أيه. أنا عشان أربطه مع string دي لازم أعمل له to string أول حاجة. أنت بعد ذاك عمل معه جمع كويس. طيب في زول حابي يضيف حاجه؟ طيب يلا يا جماعه انا راح اعمل شنو كله ما اضغط الزر ده ده ازيد الكاونتر. فانا حاجه هعملها كيف او هاخدها وين زياده الكاونتر دي في لون بريس تقول اف بريس زيد واحد. تمام كلام جميل. بس عنده ده اللي اسمه بريس دي بتتنادى كله ما اضغط الزر ده فهعمل كاونتر يساوي الكاونتر القديم لكن ما يساوي يساوي هيجمع له لي واحد بعد ده خزن من جديد. الحاجه دي بتعمل شنو بيزيد انت الكاونتر. فحاليا انا كل ما اضغط هنا المفروض انت الكاونتر تزيد وانا هنا قاعد اضغط انت الكاونتر. فهسه كده نجرب نشوف بيحصل شنو. طيب انا هعمل برضو حاجه زياده هعمل برينت قيمه كاونتر عشان تطبع لي هنا في الحته دي. فادور اعمل حط ريلود وهضغط هسه حاليا قيمه الكاونتر في البدايه صغير فهسه هضغط بلس. لو لاحظتوا قيمه الكاونتر طبعتي في الديبا كونسول بقت واحد بقت اثنين بقت ثلاثه. لكن في حاجه غريبه هنا في الحته دي اللي هي شنو؟ انه ما قاعد يتغير صح؟ مع انه بالرغم انه الكاونتر يعني قيمته اتغيرت يعني لكن لحد هسه هنا عرضه لنا صفر. لاحظتوا الحاله دي؟ ما احنا كل ما نضغط الزر هسه حاليا قاعدين نعمل برينت لقيمه الكاونتر. فهسه كل ما اضغط لو ملاحظه هنا بقت اربعه ثاني ضغطت بقى خمسه. لكن انا حاليا برضو طابعه بره برضو طابعه حتى جوه التكست فلسه صفر يا هو قيمته الاولى. طيب شيل النمبر اوف تايم وغطها تحت البريس البرنت. لا لا هي النقطة ما هي النقطة بالضبط انه بريس البريس. انا اللي بقول لكم الحاصل شنو. الشاشة دي جات من وين ذاته؟ جات من حتة البنط ده اللي اسمها البنط دي. دقيقة بس طيب الشاشه دي جت منين؟ جت من الداله اللي اسمها بيلد. فاصلا لما الصفحه تتعمل الداله البيلد بتتنادى لما تتنادى بترجع لي السكافولد ده ترجع لي بالحياه الجوا دي كلها. بعدك تمشي تتعرض للشاشه. ففي البدايه كانت قيمه الكاونتر زيرو فاتلصقت فيها زيرو طوالي ثابته. فانا داير حاجه اكلم بيها فلتر اقول له نادي لي بيلد دي مره ثانيه ناديها لي مره ثانيه عشان شنو؟ اعرض لي الحياه الجديده. فالحاجه دي انا اعملها كيف؟ زياده للست لزياده اللي بعمل ازيد قيمه الكاونتر في حاجه اسمها ست اكتب اس اي تي فبيجيكم حاجه اسمها ست ستيت. لما نضغط عليها نحن ناخذ الحاجه اللي قاعدين نزيدها جواها. طيب بالصوره دي احنا قاعدين نكلم فلتر بقول له شنو؟ لما اضغط هنا ست ستيت بتتنادى ست ستيت اتنادت معناها نادي لي دالة البيلد دي مره ثانيه هترجع لي سكافولد جديد فيه الحاجات الجديده لو فهمتوا قصدي. بس حاليا لو عملت كنترول سيف هسه حاليا قيمه الكاونتر خمسه حاليا قيمته هسه حاليا خمسه. فهسه لما اضغط كنترول سيف فنشوف بيحصل شنو.
القيمة الجديدة ظهرت. فمثلا طيب لو ضغطت ثاني هنا 6 7 8 9 10 11. ففهمتوا النقطة كيف بتاعت اني كيف انا خليت انه يعرض لي القيمة الجديدة؟ طيب ده الفرق بين الستيتفول والستيت سويجيت. ففي الستيت سويجيت ما عنده حاجة اسمها سيت ستيت حرفيا, ما في حاجة زي دي, ما بتلقى الدالة دي. فدي بس الفرق الوحيد اللي قاعد في ستيت فول ويجيت, انه انت عندك وصول للدالة اللي اسمها سيت ستيت اللي هي تخليك البيلد دي تتنادى مرة ثانية من جديد. يعني فهمتوا قصدي؟ طيب يا مستر ما بينفع نختصر مثلا, يعني نقدر نطلع الحاجات المفروض الكاونتر يعملها نطلعها برا البيلد ويجيت ونخليها برا ما بيشتغل؟ طيب نحن زي ما قلت لك نحن دايرين البيلد ويجيت دي, دي الحاجه اللي بتعرض لنا اسمه شنو, بتعرض البيلد ويجيت دي الحاجه اللي بتعرض بتعمل لنا الصفحه ذاته. ف ما يعني انت لو فكرت بصوره لحد النهايه نحن دايرين البيلد دي في النهايه تتنادى مره ثانيه من جديد عشان تعمل لنا صفحه جديده. يعني البيلد طوبة نادت من جديد ما في صفحه جديده حتتعمل, حتكون الصفحه زي ما هي. لو فهمت قصدي؟ طيب يا استاذ احنا عارفين يعني اسئله الستيت فول, لكن بس عايزين امثله الستيت ليس, يعني امثله ليها تطبيقات زي شنو؟ الستيت للستيت فول للستيت ليس الستيت ليس الستيت ليس. طيب بالنسبه للكويز الفات لو شفت الصفحه بتاعت هل فيها صورة الزول وفيها اسمه والديسكريبشن بتاعه, فدي ستيتلس ويجيت, الزول ما محتاج يغير فيها حاجة وبتنفع كتطبيق. يعني بتوري معلومات الديفولوبر ذاته كزول عمره كصفحة about page ولا حاجة زي دي, ده مثال. غير كده كتير يعني فهمت لك كتير شديد دي حاجة. أيوة تمام. طيب يا هندسة لو أنا دار أعمل ريسيت تاني وأبدأ يبدأ العداد من الأول تاني يبدأ من صفر تاني دار تعمل ريسيت من البداية؟ طيب لأن نحن طبعا لما بدينا كنا قاعدين نزيد شغلة الكاونتر, فنحن قاعدين نعمل هوت ريلود. لما نعمل هوت ريستار الحاجات الدوال دي بتبدأ من البداية الأولى دي, بس لما نعمل هوت ريستار كلهم بيجوا من زيرو وكده ظهرت. أنا قصدي من الألعاب ذاته ما بطن بيسمح لنا بإنه نحن نعمل ريسيت. ممكن نعمل لنا زير تاني يخلي لنا زي صفر, كلام عادي ما صعب. فمثلا ممكن أخذ طريق أزرار هنا. طيب ممكن نعمل حاجة ألقي لكم ممكن أعمل لكم هسي حاليا سيد التكست ممكن أغلفه بحاجة كولوم, معلش بيكولوم ما بيكونتينر بيكولوم. طيب وجواه هنا اعمل شنو؟ اعمل رو children raise button اخد فيه ازرار جدا. أخذت الحاجات دي في النص, هستعمل خاصية المين أكسس ألايمنت وأقول له مين أكسس ألايمنت دوت سنتر, أقعد لي في النص. طيب ما دار لي ريز بطن واحد, دار لي أكتر من واحد. طيب دقيقة هعمل الزر اللي بعديه والزر اللي بعديه. فهنا ريسيت وهنا مثلا هنا عمل لي انكريمنت وهنا عمل لي شنو ديكريمنت. ديكريمنت معناه نقص, فاضغط كنترول زيف. طيب هم ملصقات شديد, ممكن استعمل خاصية المين اكسس الاينمنت دوت مثلا اي سبيس اراوند
فقدر اعمل مسافه بين ده وده بسيطه كده. ممكن اعمل سايز بوكس اديه هاي مثلا زي 330. فحاليا احنا عملنا الثلاثه ازرار دي. بعد ما دارين الفلوتين اكشن بوتون ممكن نمسحه. طيب قبل ما ابدا ممكن كان قبل كده برضو في زول ثاني قال لي حاليا المسافات دي انا داير تقل اكتر من كده, داير اقربه اكتر من كده تقريبا. ده كان اوايس ابي مشكله, خلينا نشوفها بعدين. فمبدئيا كده انا كل ده اضغط ريسيت دي ترجع لزيرو, ده اضغط انكريمنت دي تزيد, ده اضغط ديكريمنت دي تنقص. فوروني في اي حاجه اعمل شنو في مثلا في الامبريز بتاع دي اعمل شنو ناسي حاليا بتاعت الريسيت. لا خلتك جزيرة اعمل ست اعمل ست شنو عبد الرحمن عشان تخيل لك البلد عشان تجيب لك الرام يعني ست كانت ست ستيتا. يلا في الكاونتر ست يلا الكاونتر خلي قيمته كم؟ الريسيت اخذت الكاونتر بزيرو ايكوال زيرو. تمام كلام جميل. اعمل سيت ستيت كاونتر ايكوال زيرو. طيب نمشي للانكريمنت اعمل سيت ستيت جوا شنو؟ بلس 1 كاونتر يساوي كاونتر واحد بلس 1. هاي ممكن في كم طريقة. طيب معليش يا شباب الهلال هذا تمام. طيب decrement minus one counter minus one. طيب نعمل control hot reload نشوف. طيب نعمل reset رجع zero increment زادت ريسيت بترجع زيرو انكريمنت تزيد ديكريمنت ما شغال ليه؟ الست ستيت بالضبط انا خليت بس ست ستيت ما عملتها فيها. بالمناسبه لو عملنا ست ستيت كده برضه وما خدتينا الحاجه دي جوا برضه بتشتغل ما فرقت. نعمل هوت ريلود ونجرب نعمل انكريمنت ديكريمنت ريسيت. وتحط لك الشغل يا ابو جاهد. ايوه بيتحط نيمه تمام. دي بالنسبه شكرا. دي محاضره الليله كده محاضره بسيطه وظريفه وما في كويز ان شاء الله. الناس تعتم كويز الفات. ففي زول حاب يسال اي حاجه؟ طيب يا أستاذ نحن ما ممكن الكويز الفات داك نديك له على شكل نص يعني لأنه البرنامج جاني لسه عم اشتغل. على شكل نص كيف؟ يعني بس أكتب لك كتابه. فهمت أي. طيب يا فجر ممكن لو فاضية بعد المحاضرة دي نقعد نحن أنا وإنتي نتكلم في موضوع التسطيب بتاعك كويس؟ ما سمعت؟ يا مستر أنا كمان أنا برضه يا مستر. مين ده؟ انت منو؟ عبد المنعم. هو طيب كويس برضه هاي نقعد برضه انتوا الاثنين. طيب بعد المحاضرة طوالي نقعد تمام؟ فجر وعبد المنعم تمام. طيب تمام. طيب يا جماعة ان شاء الله. طيب في زول حابب انه هنا يسأل حاجة في بالنسبة لليلة يعني. طيب بما انه وافزول حاب يسأل حاجة فحاب اقول لكم شنو انه المحاضرة الجاية ان شاء الله هيكون اول بروجكت لنا وداير اقسم الناس لفرق. هي فريق يكون فيه زي ثلاثة او نفرين الاثنين يتعاونوا مع بعض يعملوا المشروع. فرايكم شنو في الفكرة دي؟ كويس ولا ما كويس يعني؟ ولا دارين ايش يشتغل براهم؟ طوالي ما وشي الباقيين كيف؟
مامون عزة فجر مجاهد مبارك كويس خلاص حلو سعيد عمر كلكم كويس هاي ما مشكلة طيب طيب بس حاليا ما عندنا مشكلة تشوفوا طيب بس حاليا طيب المحاضرة أول زوم فأضل له أي الزوم فاضل شو لسه الزوم فاضل شو دقيقتين فا أو ثلاثة دقائق كده فدار شنو الناس تمروا ونخش عشان نقسمكم و تمام تمام خلاص تمام أسلم تمام نمروا ونخش